المحطات في حياته. طبعا في حياته مقسمة إلى قسمين، محطات فنية وهي كثيرة، ومحطات اجتماعية أو تخص حياته الأسرية وهي أيضا كثيرة، لكن المحطتين مرتبطتين ارتباط وثيق في بعض. لو تكلمت عن أهم محطة في حياتي كفنانة فحتما ببتدي بالمحطة الأهم وهي المسرح. من خلال اشتغالي في المسرح من البدايات عمل طبعا الكثير 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 من المسرحيات. المسرحيات هذه يمكن هي شكلت تكويني كفنانة، أنا عرفت أو قدمت للجمهور من قبل التلفزيون، مع أن بدايتي أنا كانت تلفزيون قبل المسرح. يعني أول ما بدأت في برنامج مع الأستاذ محمد النشمي كان اسمه ديوانية التلفزيون من خلال التلفزيون، بعد اختياري من المسرح المدرسي اللي كان نشط في الكويت. أهم محطة مثل ما قلت لكم المسرح، بدأت مع الأستاذ محمد النشمي في مسرحية. المسرحيات كانت هذه يعني فترة محمد النشمي اللي هي بالستينات، خلنا نقول من 64، كانت المواضيع اللي في المسرحيات تواكب الفترة. يعني شنو كانت قضايا الاجتماعية المهمة وشنو كانت القضايا الاجتماعية المتداولة والملحة في الستينات، كان المسرح في الستينات يلقي الضوء عليها ويناقشها ويتكلم فيها. يعني كانت المسرحيات الأهم، المسرحية الأهم، إنه المواضيع الأهم كانت مثلا الزواج في ذيك الفترة، قضية الزواج البنت الصغيرة من 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 إنسان يكبرها في السن، هذه ناقشناها في أغلب الأعمال في ذيك الفترة. إرغام البنت على الزواج في ذيك الفترة أيضا كانت من المسرحيات، من المواضيع الملحة والمهمة في ذيك الفترة. مثل ما قلت لكم كان المسرح يواكب القضية الاجتماعية الملحة في ذيك الفترة. لما جينا لفترة لاحقة أو لمرحلة أخرى وهي مرحلة السبعينات، بداية السبعينات، في نوع من التفتح الثقافي والاجتماعي والسياسي في الكويت وفي المنطقة كلها، فخذت المسرحيات هذا المنهج أو هذا الخط، فكانت أعمالنا يتهيألي أكثر نضج، وطبعا هذه وجهة نظري، أكثر مواكبة للظروف العربية منها للظروف الداخلية البحتة. بدينا نلقي الضوء على أعمال فيها شمولية عربية، أعمال إنسانية طبعا، والأعمال الإنسانية واحدة بس فيها شمولية. يعني بدينا نلامس بعض القضايا السياسية اللي كانت ملحة في ذيك الفترة من خلال أعمالنا، اللي هي الأعمال اللي عملناها باللغة العربية، مثل رسائل قاضي أشبيلية، مثل حفلة على الخازوق، علي جناح التبريزي. وقع دينار من جحا في البيت، فخرج إلى الشارع يقلب في التراب. قالت زوجته: عما تبحث؟ قال: عن الدينار. قالت: ولكنه وقع منك هنا في البيت، فلماذا تبحث عنه في الشارع؟ قال: لأن البيت ظلام يا غبية، بينما الشارع منور. سين هيا نسمع. اشترى جحا 3 تفاحات، شق الأولى فوجدها مدودة فرماها من الشباك، وشق الثانية فوجدها مدودة فرماها من الشباك، ثم أطفأ المصباح وأكل الثالثة. بماذا تهرفين؟ بأوامر الطبيب. يصف لي النوادر والملح بدلا من السفوف والنقط. لتضحك. أضحك من؟ أي بأس إن فعلت. أولى به أن يشرح لي معنى الصفرة التي شملت جسمي كله. معناها أن دمك ينقص رطلا عما يحتاجه جسمك.